كل يوم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن احمد ابو مسلم. ازيك يا ابو مسلم؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ عامل ايه؟ ازي صحتك؟ كله تمام الحمد لله حبيبي. الف مبروك طبعا فوز النادي الاهلي، وبالمناسبه طبعا فاز منتخبنا الوطني منذ قليل، يعني انتهت المباراه منذ خمس دقائق تقريبا وفزنا 2-1، وبذلك تاهلنا رسميا كاول عن هذه المجموعه لامم افريقيا القادمه. طبعا مبروك لكل الشعب المصري او منتخب مصر بالذات الفتره ديت، ونتمنى ان شاء الله الانتصارات الفتره الجايه تبقى موجوده حليفه يعني مصر، وده الطبيعي المفروض يبقى موجود في منتخب مصر. طبعا بنبارك للنادي الاهلي والبيت الكبير، ونبارك لكل جماهير النادي الاهلي في كل حته في الارض. يعني اكيد البطوله كانت صعبه جدا، تعبوا كتير الفتره اللي فاتت، كان في مشاكل بشكل كبير جدا وحاجات في تقليل الانجاز بتاعك، بس الحمد لله ده كله يرجع بالعزيمه والاصرار اللي متعودينها من لجنه النادي الاهلي، الناس كلها من اول عم حارس وكابتن محمود الخطيب مجلس اداره النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، فده طبعا مش غريب عن النادي الاهلي التحديات دي كلها. عايز اسالك سؤال اول لو ترفيهي شويه، احلى حاجه شفتها ايه بقى في الماتش؟ احلى حاجه بعد الماتش وكده يعني. بص، احلى حاجه في الماتش عامه، يعني انا في موقفين بالظبط. في موقف شدني جدا اتفضل، اللي هو بتاع الشناوي مع مصطفى شوبير، الميدالي. طبعا دي حاجه شيل ميداليه، بس يا اسلام انت بتتكلم على دي اخلاقيات او تربيه النادي الاهلي. نعم. لما تتكلم، لما انت تبقى انت كبير ومسؤول وتعرف اللي فيه واحد صغير اشتغل في الحته دي وتعب وابتدى يبقى ينضج ويبقى ليه اسم كبير، انت بتسنده وبتدي له الميداليه دي، بتتنازل تنازل ليك، فده باين قيمه النادي الاهلي وحب لعيبه النادي الاهلي لبعضها البعض، بغض النظر عن انت بتشوف انديه ثانيه بتتمنى الجون يبقى يطلع بره عشان يلعب مكانه، لا انت بتشوف الحب ازاي بين اللعيبه، وده اللي الروح دي اللي بتوصلك في المكان اللي انت عايزه او الحته اللي انت ربنا كاتبها لك ان انت تبقى فيها بشكل كويس. الموقف الثاني طبعا اللي انا كنت يعني مش مبسوط له، يعني انت بتتكلم يعني الناس كلها، راجل رئيس النادي بتتكلم للوداد، هو عازم الناس كلها زي ما انت بتتكلم يعني، بس انا بتكلم على مخرج اللقاء نفسه يا اسلام، يعني هو جاب صوره على الناس كلها اللي موجوده، ما جابش النادي الاهلي. انت دي بتتكلم، انت بتتكلم عن النادي الاهلي، ده النادي الاهلي نادي القاره الافريقي، بتتكلم عن النادي الاهلي بامكانياته، بتتكلم على احسن لعيب في الكره المصريه او في العالم العربي او الافريقي كابتن محمود الخطيب، فلازم اكون انا طبيعي اذا موجود هنا ابقى موجود هنا. اللي بتتكلم عن الحاجه الثالثه كمان اللي هي بتاعه لما يكون ليك حاجه ايجابيه ما يجيبها لكش، يعني مثلا احتكاك لعيبه مع بعضيها ما يجيبش لعيبه النادي الاهلي خالص، احتكاك حاجه تانية، حتى ضربه الجزاء اللي كان فيها الشك اللي احنا كنا بنتكلم بتاعت عبد القادر، هي مش ضربه جزاء بس ما بيعدلكش، فدي كلها حاجات خبرات بتخليك اللي انت بعد كده لما نيجي نعمل لازم نتعامل بالمثل، لازم تتكلم اللي انت لا يبقى يكون الموضوع فيه اختلاف. فعشان كده ربنا نصرك في الكل كلها في الوقت اللي انت كنت محتاج فيه. ثلاث مواقف هم، انا ما كنتش هتكلم في هذا الامر، ولكن ثلاث مواقف مهمه جدا والحقيقه عامله علامات مؤثره، سواء موقف الشناوي او سواء ما حدث من مخرج المباراه، الحقيقه مع الوفد المصري او مع النادي الاهلي الحقيقه، والشكل او يعني انفراده بان هو يغطي فقط، هو بيغطي هنا عشان يقول لك الحفله كلها، يعني احنا حفله احنا هنحتفل. فسبحان الله ربنا، طبعا ربنا فوق كل يعني انت بتشوف، ولكن اللي انا شايفه انه طبعا الكلام هتقول ده كلام مهم جدا، ولكن شويه الرقص والاغاني اللي اتعملوا من اللعيبه في هذه المباراه وجهه نظري ان عامله ترندات جامده جدا. طبعا يعني اغنيه سطلانه دي عارف عامله في الناس يعني سطله الناس. ما انا يعني عايز اقول لك على حاجه، عايز اقول لك الدنيا عامله ازاي. انت عارف يا اسلام اللي وصل اللعيبه للمرحله دي ايه؟ الفرحه دي كلها ايه؟ اللي انت كان عليهم ضغوط بشكل كبير جدا، انت بتتكلم هنا حتى النادي الاهلي لما بيكسب هنا، انا مستغرب يعني لما النادي الاهلي بيكسب هنا برضك بيتكلموا بيعملوا ضغوط على النادي الاهلي، النادي الاهلي خسران يا جماعه، النادي الاهلي كان كسبان 2-1، بتشوف الناس يعني الناس الثانيه او الموجودين المحيطين بيعملوا ضغط وبرس على لعيبه النادي الاهلي، ده مش مستوى النادي الاهلي كسبان. انت بتتكلم عن النادي الاهلي، النادي الاهلي الفتره اللي فاتت احسن لعيبه موجوده في الدوري المصري من النادي الاهلي، انت بتتكلم على خط دفاع، احسن لعيب في خط دفاع موجود في مصر كلها محمد عبد المنعم، بتتكلم على مين اللي موجود في نص الملعب عنده سكواد بشكل اليو ديانج ولا حمدي فتحي. خلينا بس نروح ناخد مكالمة مهمة جدا من نجم نجوم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة. يا نجم حبيبي، حبيبي يا نجم مصر، ومنور منور على شاشة قناتك وقناة النادي الأهلي. يا رب يخليك يا حبيبي، وكل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب يا نجم، وألف ألف مبروك من الأهلاوية. يعني بص ده حبيبي ده، مع طبعا طبعا حكم دار. ازيك يا حكم دار؟ أبو مسلم حبيبي، حبيبي وحشني والله كتير. يا رب يخليك. بس قبل اي حاجه انا عايز اقول لابني وحبيبي اسلام الشاطر
البقاء لله. حبيبي ربنا يخليك، البقاء قدام وربنا لله. يجعلها متشكر، اخر الاحزان يا حبيبي. ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يبارك لك. يعني الف مبروك البطوله ال11، اعتقد بالنسبه لك انت كمان تحديدا بطوله مختلفه. طول عمر الاهلي كتير. طول عمر نادي الاهلي كتير. عجبتك المباراه؟ طبعا، بس انا عيطت انا وانت. عيطتوا امتى؟ من ساعه ما لقيت الخطيب ده، احنا جبنا الجون. لقيت الخطيب قاعد كده ايده على خده. لقيت كريم ابن ده راح محكوم من العرض. ليه؟ عشان الحكم يصفر. ايوه، عشان يخلص الماتش. عشان يصفر باي طريقه. احنا كلنا هنا اهلاوي، البيت كله اهلاوي، البيت كله. والكابتن احمد شوبير جه عندي وعمل معايا حديث طبعا، ومحمود الخطيب طبعا انا عارفه وهو لسه جاي. لان انا حضرت صالح سليم وانا عندي 8 سنين. انت لسه صغير برضو يا نجم، مش يعني تاريخ. ربنا يديك الصحة. الحمد لله، الحمد لله. يعني انت اتفرجت على ماتش الاهلي فين؟ في بيتي. في البيت عندك. لما الجون دخل فينا، هل كان عندك شك ان النادي الاهلي ممكن يخسر المباراه دي؟ انا قلت احنا بتوع الدقيقه 92. انا قلت كده. قلت لهم مش هنقلق. والبطوله بتاعتنا. والحمد لله، ربنا كرم. ربنا كبير. بقول لك، انت عارف البطوله ال11 دي مسميينها ايه؟ يعني ناس كتيره من جمهور النادي الاهلي كل ما تشوفني يا ابو مسلم يقولوا لي ايه البطوله؟ بعبع افريقيا. طبعا بعبع افريقيا وكل حاجه، ولكن مسميينها باسم الاغنيه اللي انت بتغنيها. سطرانة. ايوه سطر. بقول لك ايه، علولنا سنه بس يا شباب واحنا بنتكلم مع النجم. عايز اقول لك انه في ناس كتيره جدا بعتالي تقول لي ايه، احنا بننام على الاغنيه دي دلوقتي. لا، هي تقولهم، هي مكسره الدنيا يا سولو. طبعا لا، انت اي حاجه بتغنيها. انا اتفاجئت، ابني رحيم الصغير هو ورودي بيجيبوها كل شويه، بيجيبوا الاغنيه. بيجيبوا الاغنيه ويفضلوا يرقصوا عليها. هي اساسا الاغنيه دي كانت معموله ليا. كانت معموله ليك؟ كانت معموله ليا انا. وبعدين راحت لحته ثانيه. محمود الليثي ابني. مفيش مشكله. قال لي الاغنيه دي هنحطها في الفيلم. وعم احمد السبكي حبيبي ربنا يخليهولي. فما فيش مشكلة. سطلان. كلكم بتغنوها بينكم وبين بعض يعني. سطلانة. سمعنا يا نجم. لا، وطي سطلانة. يا سمير، وطي بس الصوت عندك ونسمع بقى لايف، نسمع لايف النجم وهو بيغني. الاحتفال بتاعه. اتفضل يا نجم. كنكة بني تفوقنا ما فوقتش، حبة مية تفتحني ما فتحتش، راكب دماغي وتاج، دماغي في طالع خالص، أسرع من وسيرة والحظ يا ما قاسى، ده بعيد عنه الناس العيانة. سطلانة لنا لنا سطلانة. سطلانة سطلانة لنا، احنا الاهلاوية. ايوه احنا الاهلاوية، ولا حد زينا، الاهلي وبس. سلام عليك. سلام عليك. سلام عليك. جديدة. غني يا نجم اللي انت عايزه. مبروك علينا الدوري كمان عشان من الاخر. لا لسه، لسه يا نجم شويه. لا 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 مبروك يا استاذنا. لسه فكر. معلش، لسه لسه اسمع كلامي. هم 5 ماتشات. ربنا يكرمنا بعد 5 ماتشات اجيبك تاني ونغني اغنيه تانيه، تعمل لنا اغنيه تانيه. لا، خلي سطلانه للبطوله ال11 الافريقيه. انت عارف ان حاجه جديده انا للاهلي. طيب حلو جدا، احنا اللي هنزيحها وهتسمعها لنا احنا اول ناس. انا بعمل بقى حاجه جديده عشان الدوري. ماشي، استنى بقى لما ربنا يكرم كده ونشوف الدوري هيحصل ان شاء الله، ربنا يكرمنا بيه ونعمل يعني اغنيه جميله برضو ليك ولكل الاهلاويه يعني. الاهلي بلوكنا زقه واسالوا علينا، الاهلي خد البطوله ما تبصوش كده لينا، ضيعنا ده لسه هدرمغ لك الدنيا. يلا بينا يا نجم يلا. ابو مسلم حبيبي. طبعا حبيبي يا حاج. انت تجي لنا حفله هنا ومع جمهورك وفي وسط جمهورك. والله والله اجي لك. تنور يا نجم وتشرف اي مكان. اجي لك بالفرقه كمان واعمل بص اللي في خيالك ان شاء الله. والله بقى بص هقول لك حاجه، نتفق من دلوقتي ان شاء الله ربنا يكرمنا بالدوري. ها،
نعمل حلقه دوري وافريقيا. وهجيب لك هجيب لك الفرقه كلها. طبعا ينوروا ويشرفوا. حكم درس اللي سهرناه معانا بقى المره اللي فاتت راح فين؟ انا جاي بيتي، خلي بالك يا كابتن اسلام. هو سمعنا ولا تجيب اللي انت عايزه. تجيب اللي انت اللي احنا سهرناه المره فاتت معانا كان فين؟ ابو مسلم بيسالك. كنت مع فاروق اللي كان سهرناه بقى صاحبنا، سهرناه معانا شويه. كنت مع فاروق. فاروق حبيبي. وربنا يبعد عننا الناس الوحشه. يا رب يا نجم يبعد عننا الناس الوحشه دايما. وربنا يبعد عننا العدوين. والعدوين ومين تاني؟ هو عارف. وحبيبي حبيبي حبيبي. ربنا يكرمك يا نجم، ويعني انا مبسوط جدا بوجودك معانا، ومبسوط جدا بان انت غنيت لنا الاغنيه. النهارده كمان الف مبروك لمنتخب مصر. طبعا طبعا، الف الف مبروك لمنتخب مصر، وتاهلنا كمان ل بطوله الالعاب بطوله الامم الافريقيه. الحمد لله. الف مبروك يا نجم، ومتشكر جدا على المكالمه الجميله دي، ومباركتك للنادي الاهلي. ثانية البقاء لله يا حبيبي، وربنا حبيبي متشكر جدا. ربنا يخليك يا حبيبي، متشكر جدا. ربنا يخليك لينا يا حبيبي. اوه تاتالانا تاتالانا لانا تاتالانا ابو مسلم حبيبي. حبيبي متشكرين يا نجم، شكرا جدا يا نجم. نسمع الاغنية كده، ينفع يا سمير؟ سمعها لنا يلا. يعني سواء بقى محمود الليثي، سواء عبد الباسط حموده، يعني الحقيقه كلهم اخواتنا واصدقائنا، ويعني الاغنيه الحقيقه بقول لك معلمه مع الناس كلها الاهلاويه. يقول لك انا في تعليقات، لما تخش تشوف التعليقات اللي الناس كاتباها، تقول لك يعني انه الاغنيه يعني داخله دماغه مش عايزه تطلع. طبعا الفتره اللي فاتت كانت عصيبه جدا، كانت موجوده في ضغوط على لعيبه النادي الاهلي. الاجواء هناك في المغرب كانت صعبه جدا تتكلم عليها. البطوله كانت راحت جت اول ماتش بعد سان داونز، والبطوله كانت تروح تيجي مع الهلال، فده طبيعي اللي انت بعد كده الدنيا ما بتكسبها وتيجي بعد تعب بيبقى ليها مذاق خاص. فعشان كده لعيبه النادي الاهلي بتحتفل، اللي هم تعبوا الصراحه الفتره اللي فاتت، تحملوا ضغوط بشكل كبير جدا. بس احنا بنتكلم يا جماعه افريقيا لكبار، النادي الاهلي كبير، هيفضل كبير افريقيا. فعشان كده الناس اللي بتتكلم لا اللي يعني ليه بنقول كده؟ ليه بنقول ان الاهلي هو كبير افريقيا؟ يعني ايه الفرق؟ ايه اللي يخلي دايما ليه النادي الاهلي وصل ل 11 بطوله؟ ليه النادي الاهلي من بعد ما طلع من ما وصل يعني من دوري المجموعات الناس كلها بتقول لك الاهلي اللي هياخد البطوله؟ طبعا ايه الفرق؟ يعني ايه النادي الاهلي؟ النادي الاهلي اسلام، النادي الاهلي شخصيه، النادي الاهلي تنظيم، النادي الاهلي اداريات على اعلى مستوى، فنيات على اعلى مستوى، ما خلاكش تحتاج على اي حاجه، بيقفل على اللعيبه بشكل كويس جدا. ده اجيال بتسلم اجيال، دي مش يعني الاغنيه مش من فراغ، الاجيال بتسلم اجيال. احنا بنتكلم على اول بطوله النادي الاهلي سنه 82 في اشانتي كوتوكو، بتتكلم في غانا الدنيا صعبه جدا. صحيح. بتتكلم على النادي الاهلي بيحرز بطولات بره، بتتكلم على الصفاقس ماتش صعب جدا. سته. بتتكلم على ماتش سته من 11. بتتكلم على الترجي ماتش صعب جدا. النادي الاهلي بتاع الصعوبات، بتتكلم على الوداد، بتتكلم على الوداد، بتتكلم على القطن الكاميروني، القطن الكاميروني مع مانويل جوزيه. فاحنا بنتكلم النادي الاهلي هو كبير افريقيا عشان ترجي في 2001. طبعا 2001 ترجي. فانت بتتكلم النادي الاهلي طول عمره في الحاجات في المواقف دي هو كبير افريقيا مش من فراغ، بالنتائج بتاعتك بالارقام بتاعتك، انت طول عمرك متعود على كده. انا بتكلم على بشوف ناس حتى يعني لما حتى حد يتكلم عليك يا اسلام حتى لازم يكون قريب منك حتى في الارقام. صحيح. لما تتكلم مثلا انا مثلا كنا واخد مثلا 11، انت مثلا على الاقل تبقى واخد مثلا 9 8 7، يعني انت على الاقل قريب مني. اما انت ما بتبقاش واخد 2 اقرب ليك حد 5. انا بتكلم انت مثلا واخد 2 أو 3 وبتحاول انت تقلل من قيمه الانجاز. النادي الاهلي يبقى كسبان النهارده يقول لك لا الاداء مش مميز. النادي الاهلي مثلا كسبان هنا الوداد وعامل ماتش كويس جدا كان ممكن نكسب 3 و4، يقول لك لا هناك هتتغلبوا. فبيحاولوا يصدروا المشهد فشل الناس. ايوه. بيحاولوا يعني اللي بيتكلم بيحاول يصدر المشهد للفشل اللي هو يتكلم عن النادي الاهلي. طب ما انت تخليك انت تبقى انت ناجح.
يعني انت الاول احمد حسن هو بيكلمني دلوقتي قال لي ما هو لو ما عملش لو ما اتعملتش الكوميديا دي ما حدش هيتفرج. تاني حاجه انا لما اكلمك على حاجه يا اسلام، انا مثلا الاقي اسلام الشاطر الناجح صح، انا احاول اقلده عشان على الاقل اخد اوصل 50% من النجاح بتاعه صح، ما افضلش افضل اهد فيه، هو طول عمره ناجح، ما هو الاول هو كسبان. فانا بتكلم هو اللي احنا شايفينه الفتره اللي فاتت، حاول تقليل من الانجازات الموجوده في النادي الاهلي. انت بتتكلم عن النادي الاهلي، النادي الاهلي طول عمره كبير بجماهيره بمجلس ادارته بلاعيبته باجهزته كل النادي الاهلي، انت شايف ان السنه دي تفوق بشكل كبير في النادي الاهلي. بتتكلم على مستوى الالعاب الجماعيه النادي الاهلي كره القدم، بتتكلم على الالعاب الجماعيه، بتتكلم على وصلت ثلاثة كاس عالم. ما بكلمك فانت بتتكلم تاني حاجه ميزانيه اخرى دي. الحاجه اللي تخليك للفخر يا اسلام لما تتكلم تلاقي مانشستر سيتي بعت لك، بتلاقي الانديه الكبيره تبعت لك، بتلاقي فالنسيا بيبعت لك، الانديه دي كلها. فبتتكلم على النادي الاهلي، هو ده كبير افريقيا. كبير افريقيا مش بالكلام او انا افضل امسك الميكروفون طول اليوم افضل اتكلم في كلام ملوش اي حاجه. احنا بنتكلم يا جماعه النادي الاهلي لازم تدوا قيمه النادي الاهلي زي ما موجوده، هي موجوده بتتكلم على الاقل. ابقى انا على الاقل اعرف اتكلم ازاي على النادي الاهلي لما اجي حتى احط النادي الاهلي في جمله مفيده، لازم اقعد شويه كده اسلام افكر واشوف انا اقول ايه عشان ده النادي الاهلي صحيح. فالناس الفتره اللي فاتت كنت شايفها الضغوط، والنادي الاهلي اللعيبه كلها ردت في الملعب. انت بتتكلم في جو هناك كان صعب جدا، واحنا عارفين الاجراءات يعني بتاعت الوداد والمغرب بتبقى الموضوع صعب جدا والشحن الجماهيري. فده بطوله عزيزه، انا شايف انها يعني من اول ما كابتن محمود الخطيب طلع في الطياره مع اللعيبه والسلام بيفرق اسلام، السلام ما تسلم على حد بتبقى عارف وشه مقفول ولا مفتوح، فالاهتمام بيبقى موجود كده. مجلس اداره كله موجود، حسام غالي كان موجود، بتتكلم عن مجلس اداره كل الناس كانت موجوده، فدي حاجه قويه جدا، في سبورت قوي للنادي الاهلي. فده حاجه مفرحاني اللي احنا البطوله دي كلها كلها متوقعه اللي انت تطلع، لا انت دلوقتي موجود، انت بتاخد البطوله. ده اسم النادي الاهلي، ده كيان النادي الاهلي. ايه الفرق ما بين دوري المجموعات والفوز بهذه البطوله؟ يعني انت لعبت 6 مباريات في دوري المجموعات وبعدهم 6 مباريات اخرين 8-4 او دور قبل نهائي ودور نهائي، وبالتالي ايه الفرق؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل حاجات كتير جدا لو بتتكلم على الجزء الفني. لا خبرات مارسيلو كولار اتغيرت، يعني كولار اتغير بشكل كبير، الاداء بتاعه مع سان داونز غير مع الرجاء غير مع الترجي غير مع الوداد صحيح. كل ماتش ليه السيستم بتاعه او الشكل بتاعه، هقابل منين، الضعف والقوه فين، هشتغل ازاي. فدي كلها مارسيلو كولار اول سنه افريقيا كان الموضوع مختلف، اللي هو كان مثلا بيلعب سان داونز بيلعب جيم مفتوح كل الوقت مش عارف الاجواء هناك عامله ازاي. فالخبرات بقت تقل، الراجل بقى قوي في الحته دي. شفنا حتى تغييرات في اخر ماتش بتاع الوداد لما راجل سامبو ده بيلعب راس حرب بيلعب بياخد كل كوره عاليه، راح منزل له رام ربيعه يقفله في الحته دي عشان رام بيطلع بشكل كويس. الناس تقول لك ممكن نزل محمود متولي مش هيعرف يلعب بهيدرز نفس زي رام ربيعه. فالراجل خبرات بشكل كبير جدا. تاني حاجه النادي الاهلي، هي شخصيه النادي الاهلي كده اللي هو بيوصل للنهايات لازم بيكسبها. ليه شخصيه؟ هو انا الكبير، فطبيعي كل الناس بتقلقانة مني، فده الطبيعي. بعكس تاني حاجه اقول لك مثلا سان داونز، سان داونز اصلا فرقه انت لو جيت تتكلم عليها هم خدوا لقب مره ولا حاجه، مره واحده بس. انت بتتكلم اللي هم في دور المجموعات يكسروا اي حد، يعني جامدين جدا في دور المجموعات بس الخبرات ما عندهمش. والدليل على كده ان انا كنت ما بتكلم حتى وانا نزلت تصريح قبل كده اللي انا بتكلم كنت مران على الوداد، الناس كلها مصر كلها بتقول لك صح سان داونز صح. انا قلت الوداد ليه؟ الوداد عندها الشخصيه وعندها السيستم وعندها البطوله، روح اللي هم البطوله بياخدوها. الوداد بتتكلم عن اول وليد الرجراجي اللي هو المدير الفني بتاع منتخب المغرب، عمل لهم سيستم ماشيين عليه، حتى بغض النظر بعد الاربع مدربين اللي جابوهم الاخرهم كان جريدو قبل الراجل البلجيكي اللي هو بروك البلجيكي، ما تهزوش انت فاهم ازاي. بيكسبوا، ما عندهمش مشاكل، عندهم شخصيه، بيقفوا بشكل كويس، بيعرفوا يكسبوا. فدي كلها الفرق. سان داونز لا، سان داونز عنده لعيبه مميزه جدا بس عنده مشاكل، عندهم الضغط العصبي، عندهم مشاكل، عندهم الادوار النهائيه ما يعرفوش يكسبوا. فدي ده الفرق بين هنا وبين هنا. انا افتكر في لما الاهلي اتغلب من سان داونز نقطه تحول. نعم نقطه تحول، نقطه تحول طلعت علينا بعض الاقلام وبعض كل واحد من حقه طبعا، مش قصدي حاجه، ولكن قال لك خلينا نتعلم من سان داونز. والله نتعلم ايه؟ هقول لك انه عندهم فريق سكاوتنج في كل انحاء العالم. ده بجد على فكره. ايوه هم عندهم جروب عمل. قال لك الجهاز الفني في سان داونز 37 واحد. هي مش بكتير ما بين يعني. مش عارف ايه وايه وعاملين حل التحليل والحركه وتحليل الحركه ازاي النادي الاهلي ما يوصلش لكده بعد ما اتغلبنا يعني. ايه رايكم دلوقتي؟ ايوه ده انا عايز اقول لك على كمان دلوقتي معلومة. زي ما انت قلت بقى انا سبتك تتكلم الاول فانت اللي فتحت لي الموضوع. انا ما كنتش هحطه في دماغي يعني. طبعا سان داونز فريق كبير عظيم وكل حاجه، ولكن انا بتكلم على الناس اللي كتبت مش بتكلم على الفريق يعني. ما هو ده انا بكلمك اللي هو بيحاول يصدر لك الفشل او الازعاج، كل شويه يزعجك في حاجات ما لهاش اي قيمه. انا هكلمك على حاجه، الاول مره الناس لازم تتكلم والناس تاخد بالها، النادي الاهلي الماتش اللي فات اللي هو بتاع الوداد اول ماتش النادي الاهلي ما عنده زيرو اصابات.
انت بتتكلم النادي الاهلي كان كل النهائيات بيبقى عنده مثلا 2 3 لعيبه اصابات، عنده 4 اصابات. انت بتتكلم النادي الاهلي الفتره الماتش الاخير ما عندوش اصابات خالص، كانت موجوده الشناوي، وده طبيعي كان بقاله فتره بس الشناوي ما ريحش او حاجه عضليه مختلفه. تتكلم ده كله يرجع لايه؟ الراجل مارسيلو كولر المدير الفني شغال بروتيشن بشكل مميز جدا. بتتكلم على تشيل محمد هاني، تحط خالد عبد الفتاح موجود، عمرو السوليه، تحط مروان عطيه، بتحط اليو ديانج، عنده اختلاف. عندك اربعه الاطراف من احسن الناس، بتتكلم بريستاو، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، فاحمد عبد القادر. فبتتكلم اللي هو بيعمل روتيشن بشكل كبير. ناس اسلام بالمناسبه في الحته دي كان اول الموسم ناس كل شويه عماله تهاجم في كولر، تقول لك هو مش مثبت التشكيل ليه يا جماعه؟ في حاجات هو راجل فاهم باكتر مننا يعني. فده لازم نتكلم. لا هو في معلومات، هو شايف الفرقه، عارف ايه، عارف الحاله العامه عامله ازاي. عارف مثلا الشناوي بيوصل لمرحله كام عشان يقدر يشتغل. صحيح، احنا بنتكلم المعدل يعني اللي هو مدير اللي هو الاحمال، اللي هو المدرب بتاع الاحمال بتاع النادي الاهلي. لا راجل مميز. انت بتتكلم اللي ما عندكش اصابات خالص، ده دليل على النجاح. طبعا انت بتتكلم النادي الاهلي حتى لما بيلعب بتلعب وقت اضافي النادي الاهلي واقف على رجليه. بتتكلم عندك ثبات اسلام. احنا بنتكلم دلوقتي على مصير الكره، بنتكلم فني. هو عنده الاثنين المساكين محمود متولي او محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم عارف جاب جون لحد دلوقتي؟ جاب 6 اهداف. 6. بتتكلم على محمود متولي جاب هدف. فانت بتتكلم النادي الاهلي دخل فيه كام جون من لحد الماتش الاخير اللي هو بتاع وداد؟ 13 ماتش دخل فيه كام جون؟ 3 اجوان، 2 هم الوداد وواحد بيراميدز في اللي هي بتاعت السوبر. فبتتكلم على كده الراجل شغال على العنصر الهجومي، او الاهداف اللي هو العنصر الهجومي تخصصي شغال عليه بشكل كويس، وعلى العنصر التحول والدفاع اللي بتتكلم على الدفاع والترحيل ما عندكش مشاكل، ما بقاش يخش فيه. النادي الاهلي كان بيخش فيه اول الموسم اختراقات من نص كتير، دلوقتي ما فيش الكلام دوت. بتتكلم على كده كمان عبتري عامل لك كوادر بشكل كويس، اي مدير فني ممكن يقلق. بتتكلم على مصطفى شوبير عمل لك كادر جديد، عمل لك مشروع حارس مرمى مميز بشكل كبير جدا. صحيح، بتتكلم بيبتدي يطلع يدي شخصيات، بيدي لعيبه بشكل مميز. خالد عبد الفتاح ابتدى يشغله لك. بتتكلم على محمد اشرف بديل لعلي معلول ابتدى يدخله. فانت بتتكلم اللي الراجل لا شغال بشكل كويس جدا، شغال باداء مميز. فده كله يحسب لمارسيلو كولر طبعا. طيب خلينا برضو، لسه كنت بتكلم انا وانت عن الصعود للدوري الممتاز، وكان اول الصاعدين نادي زد ثم نادي بلديه المحله. الحقيقه نادي بلديه المحله النهارده النادي الاهلي وجه التهنئه لمجلس اداره نادي بلديه المحله، واحطوها لي يا شباب على صعوده للدوري الممتاز بعد غياب 15 سنه اهو امام حضراتكم. النادي الاهلي يهنئ نادي بلديه المحله بالتاهل للدوري الممتاز. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي والساده الاعضاء مجلس الاداره يتقدمون بخالص التهاني الى نادي بلديه المحله ومجلس ادارته والعاملين به بمناسبه الصعود إلى الدوري الممتاز، متمنين له التوفيق والمزيد من التقدم في المرحلة القادمة. طيب معانا على التليفون المهندس مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة. باشمهندس مصطفى ازي حضرتك والف مبروك. كابتن اسلام ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ يا رب تكون بخير وعيشنا جدا. ربنا يخليك يا حبيبي. بسلم كل اللي بتتابع. يا باشمهندس الف مبروك. الله يخليك يا كابتن، ربنا يخليك. يعني مجهود كبير جدا جدا، وعوده بلديه المحله الحقيقه، يعني لما بنقول بلديه المحله نقول الحاج محمود الشامي، نقول اسماء كبيره جدا، ولكن عوده بلديه المحله تقول ان شاء الله عوده الانديه الجماهيريه مهمه جدا 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 خلال الفتره اللي جايه. يعني طبعا اولا بس انا حابب يعني طبعا اشكر كابتن محمود الخطيب وكل مجلس الاداره فرض على تهنئه وكل الانديه اللي هنت. يعني دايما ده مش غريب على النادي الاهلي، دايما هو سابق ومتقدم في كل شيء. الف شكر ليهم. طبعا الصعود رحله شاقه جدا جدا يا كابتن اسلام. طبعا الحقيقه بقى لنا سنين كتيره جدا، 15 سنه. نافسنا فيهم مرتين، لكن حقيقه الحاله اللي كانت موجوده النهارده السنه دي. ومين كان رئيس النادي من 15 سنه؟ طيب تقدر تقول لي؟ الحاج محمود الشامي. الحاج محمود كده هتسخنوا مع بعض كده. الحاج محمود الشامي، الحاج محمود ده كبرنا كلنا يعني، ربنا يديله الصحه يعني. اتفضل. ربنا يخليك يا جدع. فالسنه دي الحاله اللي كانت معموله الحقيقه كانت يعني كان في اكتساب غير طبيعي من المحله كلها حوالين الفرقه والجهاز الفني كمان. احمد عبد الرؤوف عشان برضه اديله حقه، كابتن احمد عامل مجهود كبير جدا 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 على مدار السنه. يعني ما كانش بيسيب تفصيله صغيره الا لما كنا بنقعد نتناقش فيها وبيتدخل فيها وبيذاكرها ويفكر فيها
مع مجموعه اللعيبه مع الجهاز الاداري كله، كابتن حماد قال له رئيس جهاز الكوره، كل الناس بتتحضر، مجلس الاداره اللي موجود، احنا مجلس الاداره كله شباب. لسه كنت هقول لك، انا عايز احييك بس قبل ما تكمل، انا عايز احييك وحيي مجلس ادارتك على، انا هتكلم هنا على حاجه فنيه، حاجه تخصني، ان احمد عبد الرؤوف يعني اعتقد 35 36 قدك يا ابو مسلم، مش 37 اكبر، يعني او 36 37 سنه، يعني برضو شاب، شاب صغير ان انت تعتمد عليه ويصعد ويصعد معاك او يبقى يكون له دور كبير في الصعود، مع طبعا مسانده من مجلس اداره شاب برضو على راس مجلس الاداره، اعتقد التجربه الشبابيه تجربه ناجحه. برافو عليها. بص يا كابتن، طبعا انا عايز اقول لحضرتك ان احنا، انا حاولت كتير جدا لما كنت انا امين صندوق قبل كده ان انا اعمل التجربه دي، لكن الحقيقه اللي ساعدني في ده ولازم يكون حقهم مجلس الاداره. طبعا انا كنت حابب جدا ان احنا نعمل تجربه شبابيه ناجحه، كنت بسعى ده دايما يكون من اولها لاخرها، طبعا بالاستعانه بكل مع كل الاحترام للخبرات اللي قبلنا والناس لا لا طبعا موجودة. طبعا دول الاساس، دول الاساس كان في تطور اي حاجه. صحيح صحيح، لكن ده الاساس، احنا لا نقدر نستغنى عنهم ولا نقدر ان احنا ما نهتمش برايهم، بالعكس لا، ده دورهم اكبر منكم في المسانده وفي الدعم وفي الخبرات الكبيره وكل حاجه. كابتن اسلام، بس دلوقتي الكوره بقت علم، بيسموها باشمهندس، بقى في علم في الكوره، الكوره بقت علم. طبعا صح. فلازم اتفضل يا باشمهندس. يعني توفيق كبير جدا من عند ربنا ان ربنا وفق التجربه دي كلها. يعني شكرا لحضرتك، دي اول مداخله ليا بعد الاحتفالات، سعيد جدا ان انا صوتك معك. صوتك باين، يعني انا مش عايز اطول عليك، ولكن الحقيقه الواحد، انا شخصيا بعيدا عن اي حاجه، الواحد بيبقى سعيد جدا 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 لما اولا اسماء شابه ومحترمه وابناء قيادات شابه، يعني قيادات كبيره زي الحاج محمود الشامي، يعني ده من الناس اللي ما يعرفش، يعني الحاج محمود الشامي لها تاريخ في محله وفي كره القدم المصريه وفي اتحاد كره القدم، يعني يمكن الجيل بتاعنا يعرفه اكتر. يعني فالواحد بيبقى سعيد، وسعيد اكتر واكتر بوجود نادي بلديه المحله، هذا النادي الكبير والعريق والجماهيري اللي ننتظر منه الكثير والكثير. انا عارف ان الموضوع صعب يا باشمهندس مصطفى، ولكن في النهايه هي ان شاء الله ربنا يكرمكم السنه الجايه، بعيدا عن مباريات الاهلي بس. ان شاء الله ربنا يكرمكم طبعا السنه الجايه وتعملوا حاجه. متوقع ايه؟ الدنيا هتبقى ماشيه ازاي؟ ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله في اقرب وقت هيكون ان شاء الله قعدنا مع بعض وبدانا نفكر الموسم الجديد، ما لحقتوش لسه تحتفل بعد الموسم الشاق ده وترتاح ان شاء الله باذن الله نعمل. يا باشمهندس مصطفى، بس ليه عندك رجاء؟ اتفضل. يا ريت زي ما انت خدت الفرقه الشبابيه ودعمت الشباب وشفت النتيجه والكوره بقت علم زي ما انت شايف، يا ريت ما تغيروش الجهاز الفني، يعني كمل الفكره للاخر. كمل كلامي. لسه كمل الفكره للاخر زي ما انت متبني الفكره كده، وانا بحييك وبرافو عليك، لازم دلوقتي الكوره بقت علم، يعني احنا احترمنا مع الاجيال اللي كانت قبل كده، وصل الليمت معين، بس الكوره كل يوم فيها تطور بشكل كبير. فاتمنى ان انت تحافظ على الكوادر اللي موجوده، وده اللي ناقصنا الفتره اللي فاتت كلها، لازم تعمل كوادر رياضيه بشكل مميز. انا بص، عشان انا في حاجات انا عانيت منها، فانا اكيد عمري بعملها مع حد، بالعكس انا عايز التجربه كلها تنجح. فان شاء الله باذن الله يكون الموسم الجديد في الدوري ممتاز، قصه نجاح لتجربه جديده ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله وتاكيد على نجاح اللي احنا عايزين نوصله. يعني لو احمد كمل، يعني اعتقد انه هيبقى اصغر مدير فني. طبعا اعتقد يعني هو اصغر مدير فني واصغر رئيس نادي وكده، واصغر رئيس نادي. طب انت خلي بالك اصلا اللي مسك بره نفس الكلام، الموضوع كله حلو الحمد لله. في توفيق، ما تغيرش بقى يا باشمهندس، خليك زي ما انت. ربنا يكرمكم طبعا يا باشمهندس، انا يعني مش عايز اطول عليك، ولكن ان شاء الله يبقى لينا حلقه مع بعض. انا اللي بشكرك جدا، والف الف مبروك ان شاء الله، ودايما بنسعد بوجود هذه الانديه الكبيره والعريقه. شكرا جزيلا لحضرتك والف الف مبروك. طبعا مهندس مصطفى الشامي رئيس نادي بلديه المحله، والحقيقه تجربه شابه رائعه، جميله تجربه، برافو عليه. طبعا مدير فني، هو احنا لعبنا قدامهم، هم لا صراحه جهاز فني محترم جدا، تكلم على طموح رئيس نادي جديد، مجلس اداره عايز يعمل طموح وعنده دوافع بشكل كبير، فده اللي بوصلك للنجاح.
خد الفكره وراهن وشوف هتوصل ولا لا. فده اللي ناقصنا الفتره اللي فاتت اللي احنا بنتكلم برضك مع احترامنا للناس اللي قبل كده. الموضوع مختلف دلوقتي. الكوره بقى تطور. انت بتتكلم على راجل كان ماسك بايرن ميونخ وكان ماسك لايزك، كان ما كان عنده كام 35 سنه 37 سنه كان دارس. فاحنا بنتكلم دلوقتي انت لسه بيقولوا عليك المدرب الشاب. طب انت عندك مدرب شاب عندك 50 سنه تبقى مدرب الشاب. مدرب الشاب انت فاهم ازاي؟ الدنيا مختلفه. لازم مجالس الاداره تدي الحريه وتدي الاختيارات وبعد كده تحاسب. انت ما بتتكلمش دلوقتي اللي انت راجل اهو بقاله كام سنه، دي سنه ثانيه تدريب لاحمد عبد الرؤوف يعني ماسك السلوم مصر السلوم، ودي التجربه الثانيه وصل. وده اللي بنتكلم مجد عبد العاطي مع زيد وصل. انت بتتكلم في ناس اماكن يعني في عندك البيبو اللي مثلا ولا لافينا اللي هو الراجل الموجود واحد منهم هيصعد بكره. فدي ده لازم يبقى موجود الفتره اللي جايه. طبعا الجونة ولا فيينا هم لحد يصعد منهم عندهم، فالدوري هيبتدي بكره. فاحنا بنتكلم اللي احنا لازم الوقت الفتره اللي جايه دي نعمل كوادر بشكل كويس، لازم نعمل الخطه الشبابيه ابتدي نشتغل نبتدي. ده اللي ناقصنا، لازم يكون عندك جروب عمل بشكل كويس. هو مش بيشتغل ابروف مش بيشتغل لوحده، معاه 3 4 تاني مساعدين. فده هي الكوره ناقصه كده. مش هنفضل بقى احنا بقى زمان ونفضل نلف حوالين الملعب 50 لفه ونفس السيستم القديم وهنقف في نص ملعبنا وهنقابل. لا، الكوره بقى تطور بشكل كبير جدا. انت شفت الماتش مثلا، جينا نتكلم على سيتي جارديولا عامل ازاي، الشغل عامل ازاي، بتتكلم على المدرب بتاع الانتر. الماتش مفيش واحده بس خلاص هفه واحده جون. هي البطوله كده. فعشان كده دي الانديه الكبيره او دي المدربين الكبار اللي هو مارسيل جارديولا مثلا يروح بايرن ميونخ يلعب بايرن ميونخ السيستم بتاعه والشكل بتاعه. ده اللي بنتكلم فيه. نتمنى تطور الفتره الجايه في الدوري المصري بالذات. بس انا اكتر حاجه بتسعدني في هذا الامر اعتقد ان انت حتى مجرد تهنئه النادي الاهلي لهذا النموذج الشاب اعتقد هي شيء جيد. واعتقد ما اعرفش يعني انا يمكن عشان انا في الاهلي بشوف كده الامر، ولكن بشوف ان هو تحفيز ليهم يعني. كابتن اسلام، نادي الاهلي طول عمره بيدي الثقه، بيدي النجاح، بيدي الناس كلها دافع النجاح، بيدي كل حاجه. ده النادي الاهلي. النادي الاهلي طول عمره سباق يا كابتن اسلام. فده الطبيعي اللي هو بيشوف النجاح فين او الناس اللي بتنجح زي النادي الاهلي بيحاول يشجعهم. ده اللي بنتكلم فيه، عكس ناس ثانيه يدور لك على الفشل ويفضل يدور لك اللي انت تبقى فاشل. فاحنا بنتكلم لا، النادي الاهلي طول عمره سباق بالنجاح وطول عمره هيفضل في القمه. ده اللي بنتكلم عليه. الحقيقه عندنا يعني كل بسم الله ما شاء الله يعني دايما انا لسه بقول لهم كل شويه يبعتوا لي يقولوا لي الواتساب يا كابتن بس بص عشان التهنئه. طب يا جماعه ايه؟ يقول لك كابتن محمود مهنئ يهنئ كذا. طبعا فاهم. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. تهنئه تقريبا الحمد لله الحمد لله، وربنا يزيد. احنا عايزين كل شويه تهنئه تبقى دايما، ربنا يزيد التهاني من كتر البطولات اللي احنا بنلعب فيها. كتر يعني النجاح. بطولات كتيره. بسم الله ما شاء الله النهارده في العاب الصالات انت واخد تقريبا كل حاجه. انت السنه دي ما شاء الله واخدين كل حاجه. النادي الاهلي زي ما بتكلم ده ملفات كبيره جدا، النادي الاهلي كبير، فطبيعي اللي انت عندك يعني حاجات كبيره جدا، صعوبات كبيره جدا، فلازم لما توصل لنجاح وتوصل لاعلى مراحل فالطبيعي اللي ده النادي الاهلي ده الموجود في النادي الاهلي، الكوادر الموجوده في النادي الاهلي لازم تشتغل على كده اللي هو التفوق والقمه على طول. طيب الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بيهنئ فريق كره الماء بالدوري والكاس. قلت لحضراتكم ان فريق كره الماء من الفرق يعني كنا بقالنا فتره طويله جدا ما خدناش هذه البطوله، وبالتالي تهنئه خاصه من رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب. وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي التهنئه لفريق الاهلي لكره الماء بمناسبه الفوز ببطولتي الدوري والكاس هذا الموسم، واشاد بالجهود الكبيره التي بذلتها منظومه العمل في قطاع السباحه واثمرت عن نتائج متميزه اسعدت جماهير واعضاء النادي. وقال ان الفوز بالبطولتين يحمل الفريق مسؤوليه كبيره فيما هو قادم، خاصه ان جماهير النادي الاهلي تطمح الى المرتبه الاولى عند المشاركه في اي بطوله محليه او قاريه. وختاما اكد الكابتن محمود الخطيب على ثقته الكبيره في قطاع السباحه، والذي يسعى دائما الى التطوير وتحقيق افضل النتائج التي تليق بمكانه النادي الاهلي. طيب دي كانت تهنئه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي لفريق كره السباحه. نكسب في السباحه كمان مش في بره بس، نكسب كل حاجه. في السباحه كمان، في المايه كمان، في كره الماء. يعني خلي بالك اللعبه دي صعبه جدا. طبعا مجهود صعب جدا. نعم، مجهود بدني قوي جدا. مجهود بدني قوي جدا. وكان عندنا مشاكل فيها الفتره اللي فاتت، ولكن السنه دي بقول لك بسم الله ما شاء الله، بسم الله تطور تطور كبير. تفوق في كل حاجه. ايوه، وتفوق واضح. ولما جيت اتكلم مع اعضاء مجلس الاداره الدكتور محمد شوقي مثلا قال لي
لما بقول له 18 من 22 قال لي احنا مش هنفكر في ال 18، احنا هنفكر في الاربعه اللي خسرناهم. ايوه طبعا. الاربع بطولات اللي احنا خسرناهم، وبالتالي هو ده التفكير، هو ده اللي بيوصلنا ان احنا كل شويه بنقول تهنئه من الكابتن. هو ده بقى التطور او القمه، ده النجاح بتاعك. اللي انا اي حد يقول لك انا واخد 18 خلاص ده انا اعمل لي تمثال وتعمل لي تمثال في اي حته. لا، احنا بنتكلم الاربعه دول ضاعوا ليه؟ عشان كده ده مصدر تفوق النادي الاهلي على طول. اللي هو بيحاول يصلح او يشوف الاخطاء اللي كانت موجوده ويشتغل عليها. النهارده بتتكلم ما شاء الله لما كنا موجودين في النادي الاهلي الفرع الرابع موجود، بتتكلم في تجمع حاجه جميله، بنيه تحتيه بشكل مميز جدا. فده النادي الاهلي، ده النادي الاهلي لازم يكون فيه فروع اقوى من كده. النادي الاهلي بيشتغل على الاعطاء بتاعته، بيشتغل على اللعيبه بتاعته، وده النادي الاهلي على طول في التفوق. اولا هسالك سؤال، انه بيلعب مكانك علي معلول. علي معلول في المباراه الاولى بعض من لا يشجع النادي الاهلي حمل علي معلول مسؤوليه الهدف. في المباراه الثانيه بكاء علي معلول كان بعد المباراه طبعا والفوز بيمثل، يعني انت شفت الموقفين دول ازاي؟ لا انا طبعا خلي بالكم، يعني احنا بنتكلم علي معلول لعيب كبير جدا، مفتاح من مفاتيح النادي الاهلي. ما شاء الله ماشي في الفتره اللي فاتت بمستوى هايل، يعني طبيعي اللي هو ممكن لازم يخطا، مفيش مشكله، بس انا بتكلم على الضغط اللي هو كان موجود هو اللي وصله للمرحله دي. ونقطه كمان اسلام، خلي بالك علي معلول من نوعيه اللعيبه اللي هي عندها حميه وعندها احساس. يعني بتغير عن النادي الاهلي، تحس ان هو مولود في النادي الاهلي. فطبيعي لما اخطا كده هو حاسس بذنب كبير، او حاسس البطوله هتبتدي يعني هتروح في اتجاه تاني. فطبيعي اللي هو اتشد شويه، بس انا كنت مبسوط جدا من حاجه واحده، مارسيلو كولر لما قعد معاه ابتدى يشيل الضغوط دي معاه واحده واحده، ودي تحسب للمدير الفني اللي هو معاه عنصر برضك، معاه راجل نفسي بيشتغل عليه، والنادي الاهلي ضاف للجهاز الفني حقيقي راجل معد نفسي بشكل كويس جدا، ودي حاجه كبيره اللي قاعد يتكلم معاه عشان يطلعه من الضغوط دي. عشان شفنا كده علي معلول يعني ما شاء الله متفوق. حتى الهدف، لما انت شفت الهدف اللي هو عامله لمحمد عبد المنعم، تحس اللي جواه طاقه، يعني في الماتش فاضل 10 دقائق يعني او 5 دقائق، بتتكلم شفت الاسبرنت اللي واخده بعد الماتش، يعني بعد الهدف، تحس اللي هو اللي جري هو اللي جاب الهدف. دي كلها ضغوط. فانا بنتكلم، لا يا جماعه علي معلول او لعيبه النادي الاهلي كلها الفتره اللي فاتت كانت مضغوطه بشكل كبير. البطوله الحمد لله جت في علي. انا بتكلم اللعيبه الكبيره جدا، لعيبه محترمه، لعيب عنده امكانيات رهيبه، عامل فرق مع النادي الاهلي بشكل كبير. فطبيعي لما يخطئ ماتش ولا ماتشين يا جماعه ده عنده رصيد كبير، فلازم على الاقل نبقى سبورت ليه، ما نبقاش كل شويه عايزين نهد. فانا شايف علي لا، لعيبه من اللعيبه الكبيره الموجوده في النادي. رايك في مارسيل كولر ايه يا سالم؟ لا مدرب جميل، مدرب واقعي بشكل مميز. احنا بنتكلم، انا مبسوط من حاجه واحده بس، اللي تبين لك يا اسلام مدرب كويس ولا مدرب يعني متوسط او ضعيف، كميه الاصابات اللي عندك وكميه اللعيبه اللي بتشارك. أوكي. لو جينا نتكلم على عملت كل ده يعني انت يعني اقصد ان عدد كبير من اللاعبين شارك تقريبا، بتتكلم لاعب اثنين بس، ثم في الاصابات يعني ما عندكش اصابات. النادي الاهلي كان كل سنه مثلا عاوزه يعني لا قدر الله يعني صليبي وغضاريف وحاجات من دي، ما عندكش الكلام ده، يبقى الراجل ده شغال بشكل مميز. تاني حاجه ما بقاش عندك فرق بين اللي بينزل اساسي واحتياطي. لو جيت تتكلم تطلع حمدي فتحي تحط ديانج، هتطلع ديانج تحط مروان عطيه، هتطلع السوليه ما عندكش مشكله، تطلع محمد هاني تحط خالد عبد الفتاح، هتلعب كهربا تحط شريف. فده كله بيعمل دوافع للعيبه، فده كله مدير فني، ده شغل مدير فني. تاني حاجه كان عندك سلبيات موجوده، الاختراق من النص بشكل كبير. اول الموسم كان النادي بيخش فيه اهداف كتير، دلوقتي بتلعب 13 ماتش يخش فيك 3 اهداف، لا احصائيه كبيره جدا. الشغل كبير جدا. تاني حاجه الشخصيه والهويه اتطورت بشكل كبير، اللعيبه دلوقتي اللي بتخش مكان الاساسي او الاحتياطي بيأدي نفس الدور. ما عندوش رهبه، انت كنت ممكن تنزل لعيب ينزل تلاقيه بعيد عن التاني شويه، لا دلوقتي بقت مختلف، اللي ينزل دلوقتي عايز يموت نفسه عشان يركب. فالموضوع مختلف. ضيف على كده كمان القوام الاساسي بتاعه ما بقاش مثلا 10 12 واحد، لا ده بقى مفتوح، بتتكلم على 20 و22 و23 ممكن يشارك. موسيماني ما كنا بنتكلم عن النادي الاهلي، موسيماني كان عنده 13 14 لعيب او 12 لعيب، هم اللي كان بيعمل فيهم فكرة. معلوم ضغوط، تلاقي اصابات بشكل كبير، وتلاقي لعيبه مجهده والكلام ده، وتلاقي مستوى دون مستوى، عشان ما انت بتطورش، ما تعملش ريفريش تاني وترجع لعيبه تاني بشكل كبير. فلا مارسيلو كولر حاجه مميزه جدا. انا شايف الفتره اللي جايه كمان مع الثقه كمان اللي موجوده مع بطوله الدوري، انت بتتكلم النادي الاهلي لحد دلوقتي بتتكلم بطوله افريقيا، بتتكلم ان شاء الله الدوري، بتتكلم كاس السوبر اللي هو خده من بيراميدز، بتتكلم على كاس اللي هو قبل كده اللي كان موجود قبل كده بتاع كاس مصر، لسه فاضل لك دوري وكاس بقى لسه فاضل لك الدوري بتاع السنه دي. فان شاء الله نوصل للاهلي يبقى 8 9 بطولات السنه دي مع مارسيلو كولر. السنه دي ممكن ان شاء الله لو ربنا توصل لكده ان شاء الله ربنا كرم مثلا كاس العالم الموجود اللي هو الانديه، كاس العالم بتاع الموجود هيبقى موجود، تاخد بطوله ان شاء الله توصل في مرحله كويسه، يبقى تتكلم. لا الراجل ما شاء الله في تنوع بشكل كبير جدا، حتى كمان اللعيبه انا شايف في ثقه بينهم وبين المدير الفني. اللعيبه كلها في حب، اللعيبه كلها بتنزل، شفت انت الاحتياطي عامل ازاي بيجري ازاي، دي روح مش بتيجي من فراغ، يعني من المدير الفني. في صعوبه لما المدير الفني لما الناس كلها تبقى مقتنعه
اللي هو هيقعد احتياطي او اساسي لما يكون عندك نجوم في الفرقه. ما عندكش مشكله يعني. ما عندكش مشكله، بيسيطر على النجوم ودي أعتقد كلها. اعتقد ان اوضه اللبس هو قادر على السيطره على اوضه اللبس. هي دي المكسب كل حاجه في كره القدم، كره القدم اوضه اللبس، لو انت مسيطر على اوضه اللبس بشكل كويس واللعيب اللي قاعد عارف اللي هو قاعد عن قناعه هتلاقي الدنيا مختلفه، شخصيه مدير فني. خلص. اه طبعا آه. خلاص هو مدير فني يقدر ينزل يقدر يطلع ما عندكش مشكله. ومش اوضه اللبس معناها برضو عشان ان انت مش بتخش تقعد مع اللعيبه جوه اوضه اللبس وبتاع. هو في عدل. العدل. العدل والحزم في نفس الوقت، اللي انا اكون عادل وحازم. يعني ممكن ما يخشش اوضه لبس اللعيبه خالص ولكن بيبقى عدل وحزمه ما بينهم. وقرارات، مدير فني قرار، قرار طبعا مثلا حد اخطا هتاخد القرار ده خلاص، ما حدش بعد كده ههوب تاني. أيوة. دي شخصيه المدير الفني، عشان كده اي مدير فني بالناس بتشوف او لعيبه الكوره بتعرف الاول، احنا في مصر شويه نشوف هو دماغه ايه. هو قوي ولا ممكن الموضوع يلين؟ فلو لان اول مره الموضوع خلاص، لا فهو مدير فني قوي. تتكلم كمان لقطه عجبتني جدا بتاع الكهرباء وبتصور بكاس مع كولر بيتصور، لا ده حب، وشوف ازاي بيقول له انت ابويا وبتاع وبيحضنه، فدي حاجات تبين لك اللي هو في معادله قويه جدا من الحب وبين الاحترام. اه طبعا. هو الانجليزي بتاعه جامد جدا كهرباء. فدي حاجه تبين لك الحب، حاله الحب الموجوده عند المدير الفني، الاحترام والحب. فدي حاجه انا شايفه من الناس اللي دي تحسب مجلس اداره يا اسلام برضك، مجلس اداره كابتن محمود، كابتن محمود الخطيب، اللي هو الاستقرار برضك على، يعني انت خلي بالك قرار صعب جدا ان انت تمشي موسيماني مثلا بالبطولات دي كلها وتجيب حد قوي جدا زي كولر، لا الدنيا مختلفه يعني. ده قرار قوي جدا يحسب لهم طبعا وتحسب للمجلس الاداره طبعا بالكامل يعني. لطيف، هو راجل لطيف على فكره بالمناسبه مارسيل كولر، واللعيبه بتحبه واضح يعني من لا هو حب يعني مثلا ما بيتكلم مثلا رامي ربيعه هو بينزل 5 دقايق 10 دقايق، بص بتتكلم على خالد عبد الفتاح ورا هو بيرقص اخر حاجه، بتتكلم على طاهر محمد طاهر هو اللي عامل الترند الكبير اللي هو بتاع الصيدلانه هو اللي بيتكلم. فانت بتتكلم لا حب، ده النادي الاهلي وده حب النادي الاهلي، ده حب العمل اللي بيشتغل بيه، بتتكلم على الناس كلها العمال والناس كلها، ده النجاح، ده قمه النجاح الموجوده في النادي الاهلي. لا الحقيقه اعتقد ان زي ما حضرتك قلت كده يا ابو مسلم، اوضه اللبس فرقه كتير جدا مع النادي الاهلي طبعا، واللعيبه يعني كملها على خير، تفضل دايما ان شاء الله كده. ربنا ان شاء الله. برضو عايزك تشرح للناس يعني ايه مدير فني يغير من طرق لعب اللاعبين، يعني احنا شفنا مش هنقول اسماء ولكن عدد كبير من اللاعبين كان مستواه قبل مارسيل كولر اقل وبعد مارسيل كولر لقيناه اختلف تماما. برافو عليك يا اسلام، اسلام ده السؤال ده يعني هايل. خلي بالك لو جينا نتكلم، هو مدير فني اصلا وظيفته الاولانيه ايه؟ تطوير اداء اللاعبين داخل الملعب. يعني اول حاجه انا جاي عشان اطور، لو انا اللعيب هيفضل زي مستواي يبقى انا خلاص مش هيفيدني، ادور على حد جديد اجيبه. فاحنا بنتكلم لعيبه اتطور بشكل كبير مع مارسيلو كولر، ليه؟ الراجل فيه ثقه، فيه اداء، مش واحد ولا اثنين ده كتير. ما انا جاي لك بالامثال. فضل. لو جينا نتكلم على محمد هاني دلوقتي مستواه مختلف عن قبل كده بشكل كبير. محمد هاني كان قبل كده عنده مثلا في التمركز الدفاعي بيبقى فيه مثلا اشتراكات، في حاجات بيبقى فيها مثلا فيها مشاكل شويه. الدنيا ما شاء الله محمد هاني حد داخل الماتش الاخير تكالنج وبيتوقف ازاي، الدنيا مختلف. لو جيت تتكلم مثلا على محمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم مختلف، الوقفه بتاعته مختلف، الهيدرز بتاعه بقى مختلف، الهدوء عنده بقى تركيز، في ناس شايفه الهدوء ده اللي هو مرحله مثلا اللي هي بتقول مثلا تكبر، لا هو راجل هادي، هو كورته كويسه، كورته عاليه فبيلعب الشغل دوت. لو جينا نتكلم على مثلا بتتكلم على حتى محمود متولي، هو اول ما جه خلي بالك محمود متولي ابتدى يديله، ما كانش محمود متولي كانش بياخد فتره كبيره فاتصاب ابتدى يخش على حد تاني. نفس الموضوع لو جينا نتكلم على الو ديانج، الو ديانج كان بيبتدي على طول مع النادي الاهلي اساسي، لما ابتدى يقعد شويه مروان عطيه ابتدى يخش في الحته ديت، مروان عطيه شفنا مستواه عامل ازاي. انت بتتكلم النهارده مارسيلو كولر ادى حاجه، ادى هديه لمنتخب مصر مروان عطيه. مروان عطيه بيلعب ماتش المنتخب. صح. انت بتتكلم النهارده ده مدير فني عامله. بتتكلم على مثلا واحد تاني جينا نتكلم عليه بقى، ده اللي خد التورتايه الكبيره، بتتكلم على بريستاو. بريستاو حاجه مختلفه. بريستاو النادي الاهلي دلوقتي مع مارسيلو كولر غير قبل كده، بتتكلم من نجم من نجوم الفتره اللي فاتت كلها. هداف، جاب 7 تجوان او 8 اهداف، فمختلف. بتتكلم الدليل على كده لو راجل راح منتخب جنوب افريقيا بعتوا له الماتش ده اللي هو موجود فيه. فانت بتتكلم لا ده تطور، دي ترجع للمدير الفني وشغل المدير الفني. بتتكلم على جاي اقول لك على واحد طبعا مختلف تماما، حسين الشحات. حسين الشحات انا شايف وصل لدرجه من التوب فورم عاليه جدا، اللي هو بقى خلاص مستواه عالي ازاي، حتى هو طالع وهو عايز يموت نفسه، هو زعلان عايز يموت نفسه اكتر من كده، وصلت لمرحله تطور بشكل كبير جدا. واحد بقى مختلف تماما كهربا، ده مدير فني، ده صنع مدير فني. كهربا دلوقتي مختلف عن قبل كده، كهربا دلوقتي حتى في يعني لو هو مش ماشيه معاه بيجيب اهداف، يعني حتى كهربا نقول النهارده مش ماشيه معاه بيجيب هدف. ايوه بس هي مش ماشيه معاه مرحله كان بقاله سنه ولا سنه ونص. طيب. ما بيشاركش. قبل بس ما برضو نكمل كلامنا، النهارده الحقيقه عدد كبير من النجوم بيبارك للنادي الاهلي، النجمه الكبيره وفاء عامر، يا استاذ ازيك، الف مبروك.
اهلا وسهلا، والف الف مبروك للاهلي، والف الف مبروك للشعب المصري كله. الحمد لله رب العالمين، شيء مشرف وعملوا ماتش حلو، كنا نتمنى اكتر من كده ان الاهلي الفوز بتاعه يكلل باكتر من كده. الحمد لله فريق برضه قوي وهارد لاك طبعا، لكن ده لا يقلل ابدا من قيمه الفريق الاخر. يعني وفاء عامر طبعا نجمه كبيره ومشجعه كبيره للنادي الاهلي، الحقيقه يعني دايما في كل الايفنتات او كل يعني البطولات اللي بياخدها النادي الاهلي بتبقى دايما موجوده معانا وبتبارك للنادي الاهلي. كنت بتتفرجي على المباراه فين يا فنان؟ انا كنت بتفرج عليها مع اصحابي بس. طيب حاضر يا جماعه، كنت بتفرج عليها مع اصحابي المباراه بس طبعا ما اقدرش. الاهلي طبعا اهلي، كان فيهم حد ما بيشجعش الاهلي؟ طبعا بص، كان معايا زملكاويه وكان معايا زملكاويه صميمين يعني صميمين، لكن كان جواهم هدف كل اللي عايزين نقوله للناس ان مصر اللي كانت بتلعب. لما الزمالك بيلعب انا بشجع الزمالك، لما الاهلي بيلعب انا بشجع الاهلي لاني اهلاويه، لكن انا مش زملكاويه مثلا عشان اشجع الزمالك. بس الوطنيه والعروبه والمصريه وحاجات كتير قوي تخليك لازم تشجع الاقرب ليك، الاقرب لبلدك، الاقرب لنفسك انت. طيب بتشوفي يعني، انا عارف ان انت بتتابعي دايما ماتشات الاهلي وكل ما يخص النادي الاهلي، الانجازات اللي بيتم تحقيقها خلال هذه الفتره من انشاءات جديده، فرع التجمع الخامس، الامور اللي بتحصل داخل النادي الاهلي، بتشوفي هذا التطور ازاي؟ وطبعا دي حاجه بتبقى لمصر كلها مش للنادي الاهلي فقط. طبعا طبعا، هو مصر كلها عموما على فكره بتتطور وبتطلع لقدام. يعني احنا مش بنتكلم بس عن النادي الاهلي، انا عايزه اتكلم عن حاجات كتير جدا. اتفضلي. مش مجالها يعني. لكن الحقيقه وجود انجازات للنادي الاهلي ده شيء هايل وعظيم. ان يسمح لكل الناس ومحبي النادي الاهلي وغير الاهلاويه على فكره يبقوا اعضاء، ده عادي، ده بفلوس. طبعا. يعني انا مثلا مش زملكاويه لكن عضو في نادي الزمالك، ده انا مره اقول ده. مش معنى ان انا مش من اهل النادي ومش منهم او مش، لكن انا يعني ابني مثلا زملكاوي، جوزي زملكاوي، عندي اولاد عمي زملكاويه، فمش معنى كده ان احنا ده الخناقات كتير بقى. ابدا، احنا عايزين خالص خالص. يعني كانوا مبسوطين للاهلي ان هو كسب المباراه والله طب كويس جدا. احنا عايزين عايزين الامثله الايجابيه دي الافيه بقى، ان احنا نقعد نهزر فنضحك قوي، هو ده الاساس، ان احنا نستمتع بالكوره جدا جدا. لكن مفيش خناق ومفيش دم، مفيش ضرب نار. طبعا لا، هي دي الحكايه، ده المثال يعني. طيب اخيرا لو حابه تقولي حاجه للعيبه النادي الاهلي، لمجلس اداره النادي الاهلي، للكابتن خطيب. اقول لهم شكرا جدا، انتوا عملتوا اللي عليكم واديتوا وكنتوا ابطال ورجاله، فرحتوا مصر، فرحتوا الناس اللي بتحب بجد اسم مصر يترصد في كل الاماكن. مش لو الزمالك بيلعب كنا برضو باركنا له، واللي هي دي الكرة كده، الكرة مكسب وخسارة، بس دايما تفرحونا ودايما الاهلي والزمالك يفرحونا. انا بشكرك جدا يا فنانة على وجودك معانا، النجمة الكبيرة وفاء عامر، وتهنئة رقيقة للنادي الأهلي وفوزه بالبطولة ال11. زي ما حضراتكم شايفين، هي دي الترندات الإيجابية اللي بنبص لها، ان احنا دايما يكون هناك، انت بتلعب باسم مصر، النادي الاهلي دايما بيلعب باسم مصر وبيشرف مصر يا ابو مسلم. طبعا النادي الاهلي مصدر السعاده موجود في مصر على طول على مدى الزمن يعني. فهو زي ما بنسميه تاجر السعاده. على طول النادي الاهلي في كل المراحل بيكسب، النادي الاهلي بيفرح الشعب المصري في كل يعني كل حاجه الموجوده، الازمات النادي الاهلي هو الفرحه اللي موجوده. فده طبيعي ان النجاح هيفضل كده يا اسلام، ده النادي الاهلي. اخيرا يا ابو مسلم، لو حابب تقول حاجه فيما يخص للجمهور، للاعبين، يعني احنا في حاله فرحه، في حاله فوز، في سعاده، يعني حابب تقول اي حاجه لمجلس اداره النادي الاهلي؟ لا طبعا، الرساله الاولانيه طبعا لمجلس اداره النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، بقول لهم الف مبروك ليكم، تعبتوا الفتره اللي فاتت بشكل كبير جدا. كان في بريس عليكم بضغط كبير جدا استحملته، وده حقكم. النهارده بنشكركم كلكم، الاول كابتن محمود الخطيب، كل الناس اللي كانت موجوده في مجلس اداره النادي الاهلي. بنتكلم الرساله الثانيه للاعيبه النادي الاهلي، الف مبروك ليهم والجهاز الفني، الفتره اللي فاتت كانت صعبه جدا عليهم، شرفونا ونتمنى ان شاء الله يعني خلاص احنا خدنا البطوله دي، نبص على بعد كده، احنا بنتكلم في ال 12. احنا طماعين النادي الاهلي كده، طول ما انت في النادي الاهلي هتفضل تبص للبطوله اللي بعد كده. الرساله الاخيره طبعا لجماهير النادي الاهلي، اقول لهم الف مبروك ليكم، انتوا كنتوا السند والظهر الفتره اللي فاتت كلها، فده طبيعي وده حقكم اللي من دول تفرحوا وتعبروا عن كل حاجه الفتره اللي فاتت كانت صعبه شويه عليهم.
عموما يا رب دايما تظل الامور وتظل البطولات موجوده، وان شاء الله دايما هتفضل موجوده البطولات في النادي الاهلي. اشكرك ابو مسلم والف الف مبروك ليك. انت طبعا الكاس اللي قدامنا ده انت ليك جزء فيه برضه. انا شلت جزء الفتره اللي قبل كده، النسخه اللي قبل دي، النسخه اللي قبل دي مش النسخه كنت انا وانت، انا وانت كنا موجودين مع مسلم، انا وجوزي اجيال بقى مسلم اجيال، كبرنا شويه كابتن اسلام، كبرنا وتختخنا عموما الف مبروك ابو مسلم، دايما الله يبارك فيك يا حبيبي كلنا، وبنتشرف دائما بوجودك كواحد من النجوم الكبيره اللي كانت موجوده في النادي الاهلي. مشكورة كابتن اسلام طبعا، ومبسوط ان انا في بيتي الكبير والنادي الاهلي، والفرحه بتوسع يعني وانا جاي النادي الاهلي. يعني انا لما جاي كده اي باجي قنوات كتير بس لما باجي النادي الاهلي لا ليه روح ثانيه وحياه ثانيه. فالف مبروك للنادي الاهلي ولكل مبروك، احنا اللي بنشكرك جدا على وجودك معانا. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل صبري سراج وايمن جلبرتو في ضيافه البيت الكبير.